5 هجمات في بحر أسبوع واحد حقيقة ما يدعو للاستغراب. لماذا تلك الهجمات؟ يعني 5 هجمات عدد كبير جدا في بحر أسبوع واحد، ما وجهة نظر الإقليم؟ تكثيف الهجمات في هذه الفترة بالذات لها يعني دلالات كثيرة. الوضع السياسي في البلد أحد هذه الأسباب، وأيضا عدم تعاون الوثيق بين البيشمركة والقوات الاتحادية لأسباب عديدة هذا سبب آخر، ويبدو أن التنظيم يحاول إثبات وجوده في هذه الفترة لإرسال رسائل عدة، سواء إلى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وأيضا المجتمع الدولي، بأنه تنظيم داعش ما زال باقيا ونشطا ويستطيع يعني في أي فترة يختارها إلحاق الضرر بالمواطنين الآمنين وأيضا بالقوات العسكرية. هذا بالحقيقة الأوضاع حاليا هي ليس جديدة، وإنما هي تراكمات منذ عام 2014، عند عام 17 أكتوبر والأحداث التي جرت، عندما انسحبت قوات البيشمركة من هذه المناطق المتنازع عليها دستوريا، ما يسمى المتنازع عليها، حدثت فراغات أمنية وعسكرية بين قطعات القوات الجيش العراقي وقطعات البيشمركة، وهذه الفراغات الأمنية يستغلها خلايا داعش وتنظيمات داعش الإرهابية لإلحاق الضرر بالمواطنين الآمنين في قرى ومدن هذه المناطق. أستاذ علي، أشرت إلى نقطة مهمة أو دلالة مهمة تتعلق بتلك الهجمات، تلك يعني الدلالة السياسية، لو توضح لنا أكثر بشأنها. يعني الوضع السياسي في البلد، الكل منهمك حول يعني نتائج الانتخابات وما يستطيع الحصول عليه من مقاعد في مجلس النواب، ويبدو بأنه الجانب الأمني أو الجانب العسكري تم يعني إهماله بشكل أو بآخر، فلهذا نرى بأنه تنظيمات داعش كثفت هجماتها في هذه الفترة، يعني في فترة أسبوع كما أشرت حضرتك 5 هجمات، وكان عنفها ليلة الخميس على الجمعة عندما استشهد 13 بيشمركة من قوات البيشمركة وأيضا مدنيين، بعد دخول هذه المجاميع إلى قريتي خضر تشيتشا والهيبان في قضاء مخمور على سفح جبال قرتشوق. نعم، أيضا يعني أستاذ علي أشرت إلى نقطة مهمة تتعلق بحجم التنسيق أو غياب التنسيق بين البيشمركة وبين القوات الاتحادية، يعني بالتالي تلك الهجمات ألا تستدعي تنسيقا في المرحلة المقبلة، خاصة بأن التحالف الدولي حقيقة لم يبقى لقواته القتالية أيضا سوى أسبوع واحد أو أقل، وتنسحب تلك القوات تماما؟ بالحقيقة التنسيق يعني اتخذت قرارات قبل فترة، قبل عدة شهور، بتشكيل عمليات غرف عمليات مشتركة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، وعودة قوات البيشمركة إلى هذه المناطق، ولكن هناك جهات سياسية وأيضا جهات عسكرية رفضت عودة قوات البيشمركة إلى هذه المناطق بعدة ذرائع واهية، ويبدو بأنه تواجد داعش هي أفضل لها من عودة قوات البيشمركة إلى هذه المناطق، لأنه ليس من مصلحتها عودة قوات البيشمركة، فلهذا يجب على الجميع أن يغلب المصالح العليا وأمن وأمان المواطنين على المصالح الضيقة، ونحن اليوم بحاجة إلى تعاون وثيق بين الجميع وخصوصا قوات البيشمركة والقوات الاتحادية، وهذا يستدعي انتقال من الدفاع إلى الهجوم، وهو ما أوضحه السيد بارزاني. هل يكون ذلك برفع مستوى التنسيق من جديد مع الحكومة الاتحادية، أم يكون من خلال التنسيق مع قوات التحالف الدولي؟ وتساءلنا أيضا بأن قوات التحالف الدولي قواتها القتالية لم يبقى لها سوى أسبوع واحد وتنسحب. سيدتي العزيزة، بالحقيقة يعني رئيس الإقليم
وفخامة الرئيس مسعود البارزاني وأيضا رئيس وزراء الإقليم الأستاذ مرسول البارزاني أشار مرات عديدة بأنه خطر داعش ما زال كبيرا في العراق وخطر داعش في تنامي. نعم. يعني على سبيل المثال سلسلة جبال قرتشوخ في قضاء مخمور حسب المعلومات الاستخباراتية يتواجد 1000 عنصر من عناصر داعش في هذه نعم. السلسلة. مه. فيجب حاليا التعاون والتنسيق الوثيق بين القوات العراقية وقوات البيشمركة وأيضا التحالف الدولي، إن لم يكن التحالف الدولي كقطاعات وقوات عسكرية كمشورة ومعلومات استخبارية لمهاجمة هذه القوات التي هذه العناصر التي تتواجد نعم. سواء نعم. في جبال قرتشوخ أو المناطق الأخرى واتخاذ زمام المبادرة من هذه المجامع. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ علي الفيلي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.